الغربية والشرقية وجهتين لمدينة واحدة هي عمان، تفصل بينهما مسافات قصيرة ودقائق معدودة، إلا أن جولة سريعة في شوارع المنطقتين تكفل للناظر فيهما أن يدرك حجم الفروقات والتفاوت في الخدمات العامة ما بين الطرفين، وأنها قضية تحتاج النظر في ملفاتها من قبل قاض عادل ومنصف. فحجم الخدمات المقدمة لغرب عمان من نظافة الطرقات والأزقة والإنارة لشوارعها قد نالت العلامة الكاملة من قبل ساكنيها أو حتى من أتى إليها زائرا من محافظات أخرى. معظم المناطق في داخل عمان الغربية أحلى، يعني أحسن من هيك ما عمان أنا ما شفت. أنا سكان الزرقاء وكنت بصيفي، يعني طلعت عدة محافظات، شفت المعاملات كيف، شفت الناس، اشتغلت مع ناس، قعدت مع ناس، أحسن معاملة لحد الآن موجودة في عمان الغربية. والله ممتازة جدا ومدعومة من كل شيء صراحة، بالنسبة للشوارع، للنظافة، للخدمات، لكل شيء، بعكس الشرقية تماما. فهمت كيف؟ يعني ما تلاقيش شيء ناقص، حتى لو في أي عطل أي خلل في الشوارع يعني تلقائيا لحاله وتصلح، بعكسنا تماما احنا في الشرقية. والله ممتازة، يعني كويس الخدمات، يعني في النظافة موجودة، الشوارع تتزفت، يعني في خدمات كويسة. أما شرق عمان فقد عبر ساكنيها عن استيائهم من أداء أمانة عمان الكبرى، مؤكدين على وجود نوعا من الانحياز والتفضيل بالخدمات التي تقدمها لغرب العاصمة متجاهلة بدورها شرقها. والله في فرق كبير، والفرق يعني شاسع جدا، مثل ما تقول أوروبا ومثل ما تقول العرب. يعني الخدمات بعمان الغربية، شوارع وإنارة وصرف صحي، من النوعية الممتازة والممتازة جدا. بينما عمان الشرقية ما تلاقي فيها شارع إلا فيه حفرة، ما تلاقي رصيف إلا فيه عليه مشاكل، المواطن ما بعرف يمشي لا بسيارته ولا يعرف يمشي على رجليه حتى بالرصيف أو شيء زي هيك. يعني مثلا عمان الغربية لو في جورة أطول بسكروها، أما عمان الشرقية لو في جورة من هلا سنة ما بسكروها، بس هاي تفضيلات البنات هو. وغير كصف صحي برضو أحسن من كعمان الشرقية أو كشوارع يعني، أو كخدمات برضو غاد أحسن. بالنسبة لعمان الغربية شوارعها طبعا أوسع، أنظف، ما فيش سيارات طريق، يعني بصفه مزدوج زي البلد عندك كون مثلا، يعني بدك تصف عجال الشارع، تصف تشتري لك شغلة ما بتقدر. ايوه يعني بعد المؤاخذه بتطيح، لا بتلاقي لك مخالفه على سيارتك، لا بتلاقي لك واحد ضاربها. والله الخدمات من ناحيه عمان الغربيه وعمان الشرقيه في فرق شاسع. مثل عمان يعني الشوارع، الاناره، الارصفه، عرفت علي كيف؟ في عمان الغربيه فيها تنظيم اكثر من عمان الشرقيه. الفرق شاسع، ومش كمان يعني شاسع بشكل خفيف، بشكل واسع جدا. يعني مثلا هناك يعني حتى بتلاقي الرصيف مركبين فيه ضواو وأرصفة، يعني مضوي بلمبات وإشي مرتب. يعني مثلا اللي بشوف هناك بقول يعني إشي كثير حلو، بس اللي بتطلع هون بقول يعني ليش هيك، يعني ليش هذول عشتهم هيك عشتهم هيك، ما إحنا بني آدمين هم بني آدمين. يعني يعني مثلا أهل عمان الغربية شو بيختلفوا عن أهل عمان الشرقية؟ هلا شوف، هو لا شك انه في اهتمام واضح بمناطق عمان الغربيه ومناطق شمال عمان اكثر من مناطق عمان الشرقيه، علما بانه هلا معظم الناس زي ما انت شايف حواليك، انه انت في يوم يعني السبت بالليل وبكره احد دوام، بس الناس نازله على البلد وعلى عمان الشرقيه، واذا بتروح على جبال الاشرفيه، اذا بتنزل على بتلاقي الناس موجوده. انفورشنتلي يعني فيش اهتمام، او بتحس انه فيش اهتمام اكثر شيء بالحفريات، يعني الحفريه احنا كناس معنا سيارات بنعاني. ويبقى السؤال الذي يشغل بال الكثير من أهل شرقي العاصمة وساكنيها، هل ستتساوى حجم الخدمات وتصبح عمان لا غربية ولا شرقية، أم لأمانة عمان الكبرى حديث آخر؟